يا اختي شبه نقول لك راهم فيك لي غيد وبغيتي تنحيهم، راه وجهك كاع سكرش مصتي له شحال باش يتسرح، ما ديريش عمليه تجميل غير ضيعي روحك، راح نوريك بوتوكس فريمون توب 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 بلاش تاعك 40 عام الفوق بدي ديري فيه، عمرك ما تشوفي لي غيد، دائما يحسبوك صغيره. ديري كاس تاع الماء كبير، ديري فيه 3 مغارف كبار تاع زريعه الكتان، زريعه الكتان فريمون فيها لي فيتامين بزاف المعادن، دخلي جوجل وسقسي فوائدها كبار بزاف. دروك اش غادي نزيدو معاها، زيدي فيها 2 مغارف تاع الرز، هذا ماسك ياباني، دروك غادي نديروه على الغاز تغلي، دروك غليهم مع بعض كما كتشوفي تيطلقوا كاع الجل تاعهم، نعاود للمرحله الثالثه. دروك بعد ما كما شفتوا تقال وتلقى هذاك المستعار غادي نميكسوه، بعد ما طحنيه كما راكم تشوفوا سوا تصفي في لي بافان تصفيه ولا هكا شيش ولا سوا تصفي في صفايه ونصفيه ونعاونوني معكم. ها هو اللي صفيناه تاعنا هذاك الجل كما كتشوفوا. دروك غادي نديرو، غادي من الجل هذا نخرجوا 2 مكونات وهذا ما تقيسوش، هذا اللي صفيتو غادي نديروه قماش، ومنه غادي نخرجوا ماسك ولا كريم تاع الماسك باش ديريها شاك نوي. دروك بارطاجيت هذاك الخليط على 3 مراحل، المرحله الاولى هذيك الزريعه اللي صفيت منها هذا الجل غادي ندير فيها مغرف تاع القهوه، قهوه عاديه اللي نطيبوها الصباح، انا عندي مغرف شويه كبيره، ونخلطوا كل شيء مع بعض، وهذه غادي نستعملوها كقماش تقومي بيه الكور تاعك الوجه تاعك، هذه بالنسبه للقماش. بالنسبه للماسك غادي هذا الخليط ندير فيه شويه تاع زيت الزيتون ولا الزيت تاع اللوز اللي عندك الحلو، وهذا نخلطوه دروك نستعملوه كماسك، ميم تنجمي ديري فيه شويه تاع زيت جوز الهند، هذا الماسك تاعنا. وبالنسبه للخليط الثالث غادي ندير فيه مغرف تاع المايزينا، مغرف صغيره نخلطه مليح ونرده في الكاسخوله لا كاسخول تاعه ونتقله فوق الغاز. ها هو غادي نتقلهم شويه فوق الغاز تولي لك لا تولي لي كريمه. بعد ما تقال الخليط تاعنا غادي نديرو فيه 3 فيتامين او ونديرو فيه مغرف تاع الماورد ونخلطو كلش مع بعض، هاي الاولى هاي الثانيه هاي الثالثه، ديري قد مغرف تاع ماورد خلطي كلشي جيدا. هانا خرجنا من وصفة وحده 3 وصفات، عندنا القماش بعد نابليكو الماسك وفي الليل نابليكو لاكريم نرقدو بيها حتى الصباح نغسلو وجهنا، بالنسبه للماسك يقعد 30 دقيقه ونغسلوه. المهم هادو كاع ديريهم في بقالات في علب زجاجيه معقمه، تبلعيهم بيا وديريهم في الفريغو في الثلاجه، تخليهم يشدوا لك مده سيمانه 7 ايام، ومن بعد تعاودي تسكري هذه المرحله، لو كان داومي على هذا ما تشوفيش كاع لي غيد ما تكحليش عليها تقعدي توجور صغيره. المهم هاي لا غوسيت تاعنا تاع اليوم، نتمنى ديروها ما تعكزوش عليها وتنجحوا فيها، ودعوا لي دعوي الخير.